السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة لا كويزين سامبل. اليوم غادي نوجد دانون بطريقة بسيطة وناجحة، فكنتمنى تتابعوا معايا لا فيديو للاخير. ولا عجبتكم الوصفة ما تنساوش ديروا لايك وتضغطوا على زر الاشتراك، ولا كان عندكم اي استفسار تخليه لي في الكومنتار. وغادي نبداو المقادير اللي غادي نحتاجو فيها: لتر حليب، نصف لتر غادي نديرو يفيض او يوصل درجة الغليان، ماشي بالضرورة يفيض، ونصف لتر الاخر غادي نديروه في الخلاط الكهربائي. ونضيفوا ليه 3 المعالق حليب بودرة، 4 المعالق سكر سنيدة، وياغورت طبيعي. طبعا تقدروا تستعملوا اي نكهة بغيتوا. نخلطوهم جيدا، وناخدو اناء ونخويو فيه الخليط ديالنا. طبعا نصفيو الخليط الاول اللي خلطناه في الخلاط الكهربائي، وكذلك نصف لتر اللي فيضناه. صافي، ونعمرو زليفات ديالنا ولا كويسات ولا اللي كان. طبعا هذوك الخلايا اللي في دانون اللي استعملنا خصهم واحد درجه الحراره باش يتكاثروا، واللي هي تقريبا 48، يعني خصهم يبقاو دافين باش تنجح معنا الوصفه. ولهذا انا غادي ندخلهم للفرن. طبعا غادي نخليه شاعل. طبعا هذوك الكيسان او الزليف اللي غادي نستعملو ما كيوقع ليهم والو، ما كيطرطقو ما والو، لان الفران ماشي سخون غير مدفينو، يعني راه فحال دفيناه وطفيناه، ولو يبقى شاعل ما كيفوتش هذيك 48. وملي يجمد لينا دانون ديالنا نخرجوهم ونديروهم في الثلاجه. هذا هو دانون ديالنا، كيجي ناجح 100%، كيجي رائع في المذاق والصحة والراحة.